شاء الله. بتحب السينما قوي اكتر من التلفزيون؟ اه بكتير. بكتير. ليه؟ اولا علشان عنصر الوقت. يعني عنصر الوقت في التنفيذ. يعني انا علشان اعمل مسلسل اكيد ان شاء الله يبقى فيه حاجه حلوه وكذا وابذل فيه مجهود، بس فجاه تلاقي ست شهور من السنه انت مش موجوده، انت في المسلسل. فيلم وقته اقل للامانه، خدت بالك؟ وليها متعه خاصه كده بيها السينما. لكن الواحد كل شويه بيشتاق انه يعمل عمل بالنسبه للناس في البيوت فبيعمله، بس بياخد مجهود كبير قوي. ايه اكتر فيلم بتحبه؟ اكتر فيلم انت بتحبه ليك؟ ليا؟ ما يعني مستحيل اعرف اقول كده، مستحيل. انا بحب قوي تيتا رهيبه، تيتا رهيبه. اوف تيتا رهيبه، ده بيموتني. انا طبعا بحبه، ممكن اشوفه 50 مره. جدا جدا. سميحه ايوب عظيمه. عظيمه. والاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، انت بتشتغلي مع ازاي قدرت تقنع سميحه ايوب انها تعمل تيتا رهيبه؟ هي اول ما قرت الدور يا حيوان اتصلت. طبعا اتصلت ووافقت وفرحانه جدا، لان السكريبت لما يتقري محدش يقول اي حد يلعب ده الا الاستاذه سميحه ايوب. فبعتنا لها السكريبت، الحقيقه فرحت جدا جدا. واحنا طول الوقت للامانه بدون اي مجاملات انت قاعده بتتعلمي، سواء هي معاكي في المشهد او بره المشهد. تخرجي من هنا تلاقي الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، قامات بقى، فكانوا شايلنا بقى كلنا، انا وباسم وكل الموجودين وإيمي. في الفيلم. مش كان في ايمي؟ طبعا طبعا. لا كانت تجربه عظيمه وتشرفنا معاهم طبعا. رهيب فاته رهيبه جدا. فانا ما بعرفش اقول يعني الفيلم الفلاني، لا في كذا فيلم طبعا اكيد بحبهم، ولكن انا ساعات بفتكر الافلام بذكرياتها او بكواليسها.